يوسف ياسر من مصر من حق غيري أن يعبر عن رأيه بمنتهى الحرية دون التميز بسبب الدين أو اللون أو اللغة أو الجنس. فمن حقك أنت كمسلم أو مسيحيا أو يهوديا أو ملحدا التعبير عن رأيك بمنتهى الحرية. فمن حقك أنت مهما كانت لون بشرتك التعبير عن رأيك بمنتهى الحرية. فمن حقك أنت كرجل أو من حقك أنت كامرأة التعبير عن رأيكما بمنتهى الحرية. فمن حقك أنت مهما كانت ثقافتك وأفكارك التعبير عن رأيك بمنتهى الحرية. فمن حقنا جميعا أن نعبر عن إرادتنا وأفكارنا بمنتهى الحرية ولا نعتدي على رأي الآخر فعلينا جميعا أن نفكر ونبتكر ونبدع ولا نكن ظلا لأحد. فلتكن أنت شديد التسامح مع من يخالفك الرأي. فإن لم يكن رأيه كل الصواب فلا تكن أنت كل الخطأ بتشبثك برأيك. شكرا لحسن استماعك.